أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار أن وزارته تمتلك العديد من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي يمكن استغلالها للمشاركة في كافة المشروعات التي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذها. وخلال لقائه بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أعرب العصار عن تطلعه استكمال مسيرة العمل بين الوزارتين في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة 2030. وبحث الوزيران عددا من المجالات ومنها صناعة الإلكترونيات وبالأخص أجهزة التابلت، والتوسع في عمليات التدريب بمعهد التدريب التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد كوادر فنية من وزارة الإنتاج الحربي.